بعد استدعاء سلامي للمثول أمام القضاء الفرنسي، القاضية غادة عون تتحرك. أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث لموقع ليبرن ديبيت أنها بصدد إصدار قرار يوم غد الخميس يبطل قرارها السابق بمنع السفر عن حاكم مصر في لبنان رياض سلامة بعد استرداده من الهيئة الاتهامية. هذا القرار يأتي بعد استدعاء حاكم مصر في لبنان من قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي في 16 من أيار المقبل للمثول في جلسة تحقيق بملف سلامة الذي يتضمن تهما بتبييض الأموال على الأراضي الفرنسية، حيث يشتبه القضاء هناك بإجراء الحاكم تحويلات مالية بالرغم من نفيه لها خلال الاستماع إلى إفادته في آذار الماضي. معلومات الجديد تؤكد أن قرار غادة عون الذي كان متوقعاً رغم أنه لم يصدر بعد سببه عدم رغبة القاضية بأن يوجه لها اتهام بعرقلة مثول سلامة أمام القضاء الفرنسي، وأن التنسيق بين الجانبين اللبناني والفرنسي قائم في الاستنابة القضائية ولكن ليس على مستوى الملفات. واللي بيقول أنه في كسر للسيادة، كسر السيادة الحقيقي هو مش بزيارة وفد أوروبي، كسر السيادة الحقيقي وكسر هيبة القضاء هو عندما تضطر دول أوروبية إرسال قضاة إلى لبنان لأن السلطات اللبنانية السياسية والقضائية لا تتعاون مع الاستنابات القضائية المطلوبة من الدول. ما حصل في فرنسا أثار حفيظة النائب جميل السيد الذي قال في تغريدة عبر تويتر أنه معلش القاضية غادة عون لم تفتح ملفات فساد مصر في لبنان وشركائه أكثر مما فعل القضاء الفرنسي اليوم. هنا استنفر معظم الإعلام ضد القاضية واستجلب كل الأبواق المأجورة لشتمها، فلماذا صمتوا اليوم عن تحرك القضاء الفرنسي؟ ببساطة إنه الخوف، فمعظم أموال الفاسدين هي في مصارف أوروبية. كانت صحيفة نهار أشارت في وقت سابق إلى أن الموعد الفرنسي لاستجواب سلامة يأتي قبل يومين من الموعد الجديد المحدد لاستجوابه في الملف اللبناني، إذ عين قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شرب أبو سمرة جلسة في 18 من أيار المقبل لهذا الاستجواب بانتظار بت المذكرة التي تقدم بها وكلاؤه قبل موعد الجلسة التي كانت مقررة طالبين فيها إخراج الدعوى المقدمة من الدولة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل من الملف لعدم الصفة وعدم الحصول على إذن من وزير المال يوسف الخليل. يذكر أن التحقيقات في ملف حاكم مصر في لبنان لم تنتهي، حيث سيجري الوفد الأوروبي في 25 من نيسان الجاري جولة تحقيق ثالثة في لبنان للاستماع إلى رجا سلامة ومساعدة الحاكم مريان حويك.